الليب جلوسز في درجات زي ما هي، وفي درجات اسمها زي ما هو بس الدرجة اتغيرت، وفي درجة جديدة، درجة تقريبا جديدة. اول درجة هي اللي هي الرين دروب، اللي هي الشفافة الكلير. لوست ان بينك، ودي برضو كانت من اكتر الدرجات اللي بتتباع. ودي بينك صريح. بعد كده ديسكو نايت. ديسكو نايت كان بني في جليترز كده وشيمرز، خليته يبقى شفاف على شوية ذهبي، وفي نفس الجليترز والشيمرز دي. ده حلو قوي في الحقيقة. وعلى فكرة انا خليت الليب جلوسز تبقى التيوب بتاعتها غطاها ابيض، والروج نفس التيوب دي بس الغطا بتاعها اسود، لان التيوب بتاعت الروج القديمة ما بقتش لاقياها خلاص، فاضل عندي يمكن 10 مثلا من القديم، فخلاص يعني ما بقاش سهل ان انا الاقيه، فغيرت خالص التيوب، بقوا الاثنين زي بعض بس الجلوسز لونهم ابيض والروج لونهم اسود. دي درجة جديدة واسمها لوف. دي يعني على كشمير برضو شوية. برضو هي في الحقيقة اغمق، وعلشان تبقوا شايفين الفرق بينها وبين لوست ان بينك، دي لوست ان بينك ودي لوف. بعد كده سبيتشلس، وبرضو ده كان من اكتر الدرجات اللي بتتباع، هو ولوست ان بينك نود عادي. دي القديمة بتاعتي فقربت تخلص، ولسه برضو بالغطا الاسود. ده برضو من الدرجات الحلوة جدا جدا. الدرجة اللي بعد كده هي اونست، وكانت بينك فيها جليتر كده شوية وفيها هنت كده مدي على موف. انا هنا بقى عملته موف غامق، انتوا هتتصدموا من الدرجة ان هي غامقة، بس انا عجباني اوي. طبعا الدرجة غامقة جدا، هي اكيد مش تتحط كده ومش هتتحط اي وقت، بس هي حلوة قوي قوي في الحقيقة. كمان احلى هي برضو حتى متبهدلة شوية، لان هي لازم معاها البلاينر، لان اللون الغامق اي لخبطة على الشفايف كده بيبان فيه. اخر درجة وهي forever young، وهي color changing lip gloss، اللي هو روج السحري اللي بيتغير لونه. انا خليته اخر واحد علشان هيطبع على شفايفي وهيغير لون شفايفي، فكان ممكن يأثر على بقية الالوان التانية. اللون ده يعني اللي انتوا البينك اللي انتوا شايفينه ده مش هيعمل لون على شفايفكم، هو يعني كأنه شفاف، بس انا اخترت انه يبقى لونه بينك، عاجبني اللون فانا هحطه معاكم. وبعدين هيغير لون شفايفكم على حسب البي اتش بتاعتكم، يعني ممكن عليا يبقى بينك او فوشيا او ايا كان الدرجة، على حد تاني، على اختي، على صاحبتي درجة مختلفة خالص، درجات بينك مختلفة على حسب البي اتش بتاعتكم. فانا هبص في المراية، لان هو اي لخبطة هتطبع، ولان هو بيبهدل الدنيا. بصوا على طول بدأ يغير لون شفايفي، هو ده مش لون الجلوس، مش لون البينك ده، يعني بصوا بيتغير ازاي. حاولوا ما تطلعوش بره شفايفكم علشان ما يطبعش على بقكم من بره. عايزين الدرجة تبقى اتقل، هنزود ليب جلوس تاني. عايزين يبقى اخف، هتحطوا بسيط وتمسحوا الجلوس على طول، ما تسيبوش على شفايفكم. انا همسح واوريكم. ادي الجلوس مسح، ادي التنت اللي سايبه. بصوا عامل ازاي، كأني حاطه تنت. انا بقى لو جيت حطيت اي دلوقتي جلوس لونه هيتغير بسبب التنت ده، فانتوا ممكن تعملوا كده على فكره، يعني ممكن تحطوه بعدين تجربوا تحطوا اي ليب جلوس تاني. طب تعالوا نجرب. هجرب سبيتشلس.
بتعمل لون حلو. ودي كانت الوان الجلوسز، يا رب تكون عجبتكم.